هذا كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العلمي. حلقة الأسبوع الماضي بقيت معي حتى بعد ما انتهيت من إعدادها وتقديمها بأيام. إذا بتتذكروا تحدثنا عن أزمة الأمن الغذائي العالمية واللي بتهدد ملايين البشر حول العالم بالجوع، مع تراجع إمدادات العالم من الحبوب والقمح بسبب الحرب الأوكرانية الروسية، وكمان ارتفاع الأسعار بشكل هائل. الحقيقة معلومات وأسئلة كتير ارتبطت بذهني في هذا الموضوع، من خطر المجاعة اللي بيهدد عشرات الملايين من الأشخاص في بعض الدول، خصوصاً الدول الفقيرة، لهدر الطعام اللي تحدثنا عنه وتحديداً في عالمنا العربي اللي بيوصل ل30% مما نستهلكه من طعام، وصولاً لوباء السمنة اللي بيعاني منه ما يصل ل40% من سكان الأرض بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2021. أدركت فعلاً وأنا بفكر بكل هاي العناصر واللي بتبدو وكأنها متعاكسة إلا إنها مرتبطة ارتباط وثيق، أدركت فعلاً فداحة عدم المساواة حتى في الحصول على أبسط حقوقنا وهي الغذاء. أدركت أيضاً سخرية القدر في هذا العالم اللي إحنا منعيش فيه، سخرية الأقدار اللي شاءت إنها تحول أحد أهم المنظومات اللي خلقها الله سبحانه وتعالى وزرعها في أجسامنا، ومن ثم عززها تطور جنسنا البشري، وهي منظومة التوفير الأيضي الميتابوليك ثريفت. حولتها الأقدار من أحد أهم أسلحة جنسنا البشري للبقاء على قيد الحياة في أوقات المجاعة، حولتها لأبرز المخاطر اللي ممكن تهدد صحتنا وحياتنا بشكل عام. خليني أشرح لكم أكثر. بعتقد أنه الجميع بيدرك بأن إحنا هلأ منعيش في زمن الوفرة في الغذاء بشكل عام، طبعاً مع العولمة والتطور في تكنولوجيات الزراعة بتنا الآن، ومن الناحية النظرية قادرين على الحصول على أي منتج غذائي خارج مواسمه الطبيعية، حتى وإن كان موطن هذا المنتج الأصلي على بعد آلاف الأميال منا. وبعتقد كمان أنه الجميع بيدرك أنه هاي الوفرة ما كانت سمة الأزمنة الفائتة أبداً على مدى ملايين السنين. حتى قبل ظهور جنسنا البشري على وجه الخليقة، ضربت مناطق من كوكبنا موجات لا تحصى من الكوارث، وتبعتها تغيرات هائلة في المناخ ومجاعات كتيرة وندرة في الغذاء وسباق محموم مع غيرنا من المخلوقات على مصادر هذا الغذاء. فالسؤال هو كيف تمكننا من الصمود والبقاء؟ والجواب له جوانب متعددة، يمكن أهمها هي منظومة التوفير الأيضي الميتابوليك ثريفت. هاي المنظومة بتمكن أجسادنا من الاقتصاد في صرف الطاقة عند شح الغذاء واللجوء لتخزين الدهون لاستخدامها كمصدر للطاقة لاحقاً. المضحك المبكي بصراحة في الموضوع هو أنه هاي المنظومة اللي أنقذت حياة أجدادنا وأنقذت حياة جنسنا البشري من خطر الفناء والانقراض، هي ذاتها المنظومة اللي بتجعلنا الآن منواجه خطر الإصابة بأمراض كتيرة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وبتهدد بشكل مباشر صحتنا وحياتنا في مواجهة وباء العصر السمنة. قبل ما نكمل اسمحوا لي أعزائي أني أعرف معنى السمنة من الناحية العلمية. السمنة أو الوزن الزائد هو نتيجة حتمية لخلل مزمن في توازن الطاقة لدى الأشخاص اللي بيستهلكوا سعرات حرارية من الطعام والشراب أكثر بكتير من حاجة أجسامهم الأيضية للقيام بالوظائف البدنية. يعني باختصار، ما بيدخل أجسامهم من طاقة أكثر بكتير مما ينفقوه من طاقة، فبيقوم جسمهم طبيعياً بتخزين هذه الطاقة على شكل دهون. أما مستوى السمنة كيف يقاس؟ فأحد أبرز الطرق هو قياس مؤشر كتلة الجسم، وهو عبارة عن وزن الشخص بالكيلوغرامات مقسوم على مربع الطول بالأمتار. فبعد ما تجروا هاي العملية الحسابية، إذا كانت النتيجة أقل من 18.5 فإنت عزيزي تعاني من نقص في الوزن، وإذا كانت ما بين 25 و30 فأنت عزيزتي بتعاني من زيادة خفيفة في الوزن، وإذا كانت أكثر من 35 فأنت تعاني من سمنة خفيفة.
وكلما زاد هذا العدد كلما تفاقمت مشكلة السمنة لديك أو لديك، حتى إذا وصلت إلى أكثر من 40 فأصبحتم تعانوا من سمنة مفرطة وهكذا. طبعاً أنا هون مش بصدد النقاش ما إذا كان هذا المؤشر هو طريقة دقيقة حقيقياً لقياس مستوى زيادة الوزن أو السمنة، لأنه في كتير من الانتقادات حوله. ولحتى نفهم الموضوع بشكل أعمق، معنا اليوم في الاستوديو الدكتور هشام حرب، استشاري الغدد الصماء والسكري ومعالجة البدانة بالطرق غير الجراحية في مستشفى الإمارات. أهلا وسهلا فيك دكتور معنا في كلام منطقي. أهلا فيك، بسرني وجودي معكم. أهلا وسهلا دكتور. إحنا حلقتنا اليوم عن البدانة أو السمنة أو زيادة الوزن، ولكن عم نتعامل مع الموضوع أو نتطرق لهذا الموضوع من منظار مختلف. هناك نظرة مجتمعية قاسية نوعا ما، ونقدر نقول حكم قاسي على الناس اللي بيعانوا من البدانة والسمنة وزيادة الوزن بأنه هذا خطأهم هم، هذا كان اختيارهم هم، وهن اللي بإيدهم يخسسوا وزنهم ويتخلصوا من هاي المشكلة. إذا نظرنا للموضوع من ناحية الجينات والمسببات الجينية لهاي المشكلة، مشكلة البدانة أصلاً، قديش هاي النظرة المجتمعية خاطئة؟ أولاً التعامل مع موضوع البدانة أو السمنة شيء حساس جداً، نحن منواجهه بممارستنا السريرية يعني في المستشفيات والعيادات. لا يجوز أنه يتم التعامل مع الموضوع بشكل متحيز أو بشكل مختلف بغض النظر عن الأسباب، لكن إذا نحن ضوينا على الجانب الوراثي أو الجيني بنلاحظ أنه هذا الشيء ممكن يريح نفسياً بيعطي أمل للناس اللي بيعانوا من المشكلة. كثير دراسات أجريت، طبعاً خلينا نتفق أول شيء أنه أنا كل شيء راح أحكيه هو مثبت بالدليل العلمي، يعني نحن عم نمارس طب مثبت بالدليل العلمي، وهذا شيء يعني مبني على دراسات وأبحاث كبيرة. في على الأقل 100 مورثي قد تكون مسؤولة عن شيء له علاقة بزيادة الوزن أو البدانة، لكن عزل واحدة منهم وتدخل عليها موضوع ما وصلنا له لهي اللحظة. لكن مثلا في أحد الدراسات ساوي دراسة على التوائم، أنه أحد شقي التوأم ربي مع الأبوين البيولوجيين، والشق الثاني تم تبنيه بشكل من الأشكال. فلاحظوا انه موضوع الوزن عند هذول توائم متطابقه، طبعا متطابقه طبعا، يعني عندهم نفس الجينات، نفس الجينات بشكل متطابق. احسنتي. هذول اللي راحوا وربيوا عند الابوين اللي تبنوهن كان موضوع الوزن عندهم يتبع للابوين البيولوجيين بغض النظر عن النمط الغذائي وعن الصحي والحركي والبيئه، لكن ما تدخلوا عليهم. طبعا انا عم بحكي يعني هم تركوهم يمشوا مثل ما هم بدهم بالطريق الغذائي والحركي اللي عم يتبعوه الأبوين اللي تبنوهن، لكن لاحظوا أن هم موضوع الوزن عندهم متابع للأبوين البيولوجيين. فهذا كان أحد المؤشرات أنه في عندي مشكلة إلى علاقة بالوراثي. حاليا نحن بنعرف أنه 40-70% تقريبا من أسباب البدانة أو زيادة الوزن هي إلى علاقة بالجينات. لكن كمان أنا من منطلق آخر، ما بدي أخلي موضوع الجينات هي شماعة نعلق عليها كل شيء. صح طبعا. يعني أنا في كثير أسباب أنا فأنا أول ما أبدأ أحكي بهذا الموضوع لازم أحكي أنه هو مالتي فاكتوريال، متعدد الجوانب، متعدد الأسباب، واحد منه وراثي أو جيني، ماشي. لكن الأسباب الأخرى هرمونية، نفسية، سلوكية، بيئية، إلى علاقة بنمط الحياة. طبعا أنا كثير من هالأشياء ممكن أنا أتدخل عليها، لكن في أشياء ما ممكن أتدخل عليها، هو موضوع الجينات أو الوراثي اللي حكيناه. طيب دكتور، رح ندخل بالتفاصيل بشكل أعمق كمان شوي، بس اسمح لي يعني أتابع شرح لمتابعينا ومن تابع الحديث. تفضلي. بالنسبة لمعدلات السمنة فحضروا حالكم أعزائي للصدمة. بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية في أواخر عام 2021، فأكثر من 40% من جميع الرجال والنساء في العالم، يعني حوالي 2.2 مليار شخص، بيعانوا من زيادة في الوزن أو السمنة. وفي المقابل ثلث سكان الأرض بيعانوا من شكل واحد على الأقل من أشكال سوء التغذية. وهذا طبعاً مثال آخر على سخرية الأقدار اللي كنا بنتحدث عنه. بينما ترتبط النظم الغذائية غير الصحية بما لا يقل عن 8 ملايين حالة وفاة سنوياً بحسب نفس الإحصاءات.
أرقام سابقة لمنظمة الصحة العالمية أيضاً في عام 2014 تحدثت عن وجود أكثر من 41 مليون طفل دون سن الخمس سنوات زائدي الوزن أو مصابين بالسمنة، وبأنه مستوى السمنة في العالم زاد بأكثر من الضعف في آخر أربع قرون منذ عام 1980. أما في عالمنا العربي فحدث ولا حرج، خصوصاً في دول الخليج، فمعدلات السمنة وزيادة الوزن لدينا مرتفعة للغاية مقارنة بالنسب العالمية المرتفعة أصلاً. فالتقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيسف والبنك الدولي لعام 2019 تجد أنه نسبة زيادة الوزن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمت بمعدل 40% منذ عام 1990، بينما معدل النمو العالمية في ذات الفترة كانت 23%. فانتشار زيادة الوزن في الدول العربية باستثناء جيبوتي وموريتانيا والسودان وجزر القمر والصومال لدى من هم فوق سن 18 عام وصلت ل 70% في الكويت وفي قطر، وفوق 60% في السعودية ولبنان والأردن والإمارات وليبيا والبحرين وتونس ومصر والجزائر. طيب أعزائي، لغاية الآن الأمور نوعاً ما واضحة، عندنا مشكلة ويجب علينا إيجاد حلول لها. باختصار، إحنا بنأكل أكثر من حاجتنا وما بنتحرك بالقدر الكافي، وعلينا إنه نغلق أفواهنا أو نخيطها على الأقل ونمارس الرياضة بشكل أكبر، صح؟ خطأ. الأمور على ما يبدو ليست بهاي البساطة، فجميعنا بنعرف هذا الصديق أو أحد الأقرباء اللي منذ أن عرفناه هو يتبع حمية غذائية ما ويمارس الرياضة على أمل فقدان الوزن ولكن دون جدوى. كلنا بنعرف تلك الصديقة اللي لم تبقي ولم تذر من حمية كيتو وآتكنز وحمية عصائر أو غيرها، وبتمضي يومها كله في الصلاة الرياضية، ويمكن تمكنت من تخفيض وزنها بعض الشيء، ثم سرعان ما عاد وزنها للزيادة حال عودتها لنظام غذائي طبيعي، لأنه وببساطة من يستطيع أن يبقى في حالة حمية من الحرمان طوال حياته؟ طيب، فما المشكلة إذن؟ وكيف نجد الحل؟ الإجابة أتى بها علماء الجينات اللي عكفوا على إجراء دراسة جينات البشر لمعرفة إذا ما كانت بعض الطفرات الجينية هي المسؤولة عن هذا الوزن الزائد، وخرجوا بنتيجة إنه بعض التغيرات في بعض الجينات المعينة مثلا جين اسمه أنكرين بي واللي بيحمله الملايين من البشر ممكن يكون أحد المتهمين في هاي القضية. هذا الجين بيجعل الخلايا الدهنية بتمتص الجلوكوز أسرع بكتير من الوتيرة الطبيعية، وهذا بيجعلها تتضاعف بالحجم في وقت قياسي، وعند إضافة طبعا هذا الجين لنظام غذائي مليء بالدهون مثل حميتنا العصرية أو تباطؤ في عملية الأيض بسبب التقدم في السن، فالنتيجة الحتمية رح تكون السمنة. إذن الوزن الزائد أو السمنة إلها أسباب جينية وراثية، والحقيقة أنه الدراسات بتشير إلى أنه هذا العامل الوراثي يكمن تأثيره على الإصابة بالسمنة بنسبة تتراوح ما بين 40-70%. العلماء قسموا أنواع السمنة المرتبطة بالجينات الوراثية لنوعين: سمنة أحادية الجين مونوجينيك وهي نادرة نوعا ما، وسمنة متعددة الجينات بوليجينيك وهي النوع الأكثر شيوعا، بحيث بيكون لمجموعة كبيرة من العوامل الوراثية ممكن توصل لخمسين أو مئة نوع مختلف من الجينات، بيكون لكل منها تأثير صغير ولكن مجتمعة هي قادرة على إحداث فرق كبير. لكن يجمع العلماء على أنه القاسم المشترك ما بين النوعين هو طريقة عمل هذه الجينات بيولوجياً وطريقة تأثيرها على الجسم، وكلمة السر هون هي الموصلات العصبية الدماغية واللي بتضبط نظام المتعة والمكافأة المرتبط باستهلاك الطعام، واللي بيقوم بإفراز هرمون الدوبامين هرمون السعادة مع كل لقمة إضافية بنتناولها. خلينا نفهم هاي النقطة أكثر من الدكتور هشام.
طيب نرجع لحديثنا دكتور. بحسب قراءتي وبحثي على ما يبدو أنه هناك نوعين من التأثير الجيني على موضوع البدانة والوزن الزائد، في أحادي الجين وفي متعدد الجين. خلينا نفصلهم بشكل أكثر ونبلش بأحادي الجين مثلا. هلأ شوفي، أحادي الجين موضوع نادر جدا وبنسميه نحن سيندروم أو متلازمة. يعني أنا من أول طبعا صعب يمكن خلال مراحل الطفولة الأولى لازم طبيب الأطفال لما ينعرض عليه طفل بدين أولا يتم نفي هذول الأسباب النادرة اللي بنسميهن اللي هني بيكون فيهم طفرة وراثية. يعني أنا في عندي بجين واحد معين. أحسنت. يعني بالدي إن إيه مثلا اللي هو الشفرة الوراثية الموجودة عندنا هي عبارة عن تسلسل من البروتينات. هي التسلسل إذا صار في تبدل، يعني بروتين ركب مكان بروتين آخر أو تم حذف بروتين على سبيل المثال، نسميه طفرة وراثية. هاي الطفرة الوراثية تم عزلها ببعض الأنواع من المتلازمات اللي نسميها. طبعا ما بيكون بس بداني، كمان بيكون بتغير بالشكل، حتى شكل الوجه بيكون مختلف عند هذا الطفل على سبيل المثال، لكن ممكن بس يكبر شوي أكثر بيصير واضح للعيان شو أكثر. شو أسماء هاي المتلازمات؟ واحد بينا اسمها برادر ويلي مثلا، لكن موضوع نادر. يعني أنا مثلا خلال خبرتي بهذا الموضوع، يعني إلا اللي يتحول لمريض من طبيب أطفال هو أصلاً مشخصه بهذا الجيل حتى أنا أتعامل معه، وهم يكون موضوع الوراثي. بيكون في مشاكل بالليبتين اللي هو الهرمون اللي بنحكي عنه بعد شوي. بيكون في شيء مسميه ليبتين ديفيشنسي، يعني هو عوز بهذا الهرمون الشبع، يعني ما عاد بيشبع المريض ببساطة. طبعا هاي أحادي الجين. أنا اللي بحب ركز عليه هو البوليجينيتك أو متعدد الجينات. مثل ما حكينا أنه قد يكون هناك في حوالي 100 مورثي إلى علاقة بموضوع الجينات، لكن اللي بتركز عليه أهم من هيك هو موضوع الإبيجينيتك. يعني شو هو الإبيجينيتك؟ يعني أنا موضوع عمل المورثات، إمتى بتعمل ووقت عملها وكيف بتعمل، بغض النظر يعني عن وجود هالمورث أو لا. يعني تغيرات مش في الجين نفسه. نعم. ولكن في عمل هذا. أحسنت. يعني مثلا خلينا نحكي عن الإبيجينيتك. أحكيك الإبيجينيتك موضوع موجود حتى فيزيولوجيا، يعني بالإنسان الطبيعي. يعني مثلا أنت أو أنا الخلية العضلية بالدي إن إيه بتشبه الخلية العصبية، ها؟ بس إجاها أوردر عن طريق إبيجينيتك إنه هي تصير شكلها مختلف مشان تصير عضلي، وهذيك صار إلى شكل مختلف عشان يصير عصب. أوكي. فهذا إبيجينيتك طبيعي فيزيولوجي، لكن لاحظنا نحن من خلال الدراسات أنه نمط الحياة، الأكل اللي بناكله، حتى الأكل اللي بتاكله الأم أثناء الحمل، رح نرجع لهذه هذول نقاط مهمة، ممكن يأثر كثير على موضوع التغيرات بوظائف الجينات، بعمل الجينات. يعني يعطيها أمر، أنت لا ما عاد تشتغلي يا مورثي، أنت لا اشتغلي هلأ. بيكون هذا الأمر قد يكون يعني مش بصالح الجسم بشكل عام، وقد يؤدي بالنهاية للبداني. فمثلا الناس اللي نمط حياتهم في الكثير من الأكل غير الصحي، مثلا النشويات والوجبات السريعة، واللي مثلا بيتحركوا أقل بسبب، تعرفي نمط الحياة حاليا كله مكتبي عند معظم الناس اللي ما بيشتغلوا على هذا الموضوع. وطبعا إذا أنت بترجعي 40 50 60 سنة لورا الأمور مختلفة تماما على الفكرة. أنا لهيك عم بسمي إبيجينيتك، كانت مختلفة. عرفتي شو الفكرة؟ مشان هيك اسمه إبيجينيتك، لأنه نحن حاليا والله أعلم شو الجيل الجديد منتظره. لأنه خلال الستين سنة هاي صار في تبدلات كتير كبيرة بنمط الحياة، وقد تعمل هاي التغيرات بالوظائف الجينات اللي عم نسميها إبيجينيتك. هلأ شو بصير بعدين؟ راح تظل موجودة أو تكمل؟ ما حدا بيعرف، بس قد يكون في مؤشرات. يكفي أصلاً كل التطور التكنولوجي والسوشيال ميديا اللي خلت أطفالنا أصلاً يقضوا هلأ أوقات هائلة، صحيح، وكم ساعات وراء مهول الشاشات، وراء الشاشات بدون ما يتحركوا. صحيح. زي ما كنا إحنا يمكن في طفولتنا نلعب ونعمل جهد بدني كتير. نعم. أكبر. نعم. نعم. طيب دكتور، شو هي أبرز المورثات اللي بنحكي عنها اللي ممكن يكون في يحدث لها نوع من أنواع التغيير في عملها، وبالتالي تأثر جينياً على فكرة إحنا رح يصيبنا بداني أو لا؟ يعني مثلاً ذكرت اللبتين، هرمون اللبتين هرمون. إيه. هلأ أوكي. شوفي خليني والأنسولين. أي. كمان والأنسولين. هلأ شوفي، هلأ نحنا انتقلنا من شوفي، يعني موضوع المورثات والجينيتك إكسبريشن أو التعبير الجيني موضوع معقد جداً، ويعني وصعب جداً فهمه. وحالياً إذا بتلاحظي، عشان هيك بنحاول نبسطه، كل مسار الطب متجه بهذا الاتجاه. يعني في كثير حاليا ربط انه كل مرض انا بلاقيه شائع وموجود بكثره بحاول اربطه من الناحيه الجينيه، لانه حاليا صار في شيء مسميه جين سيكونسز، وفيك انت تعرف الجينوم تبعك، بتروح تسوي تحليل وبتعرفي شو الجينومات تبعك، بتعرفي عندك المورثي الفلانيه على سبيل المثال. لكن نبقى
بمشكلة إنه أي جين هو اللي فيه مشكلة. هون الموضوع. طيب إذا الجين ما فيه مشكلة، طيب شو التأثير الوظيفي اللي صار عليه أو التغير الوظيفي اللي صار عليه؟ هون المشكلة. هلأ انتقلنا من هاي الموضوع في ربط كتير مهم. أنا حكيت بأسباب البداني، واحدة منها جينية أو موريثية اللي علاقة بالوراثات، والعامل الآخر قلنا هرموني، صح؟ طيب صح. بجسمنا في على الأقل 10 هرمونات مسؤولين عن موضوع الجوع والشبع. 10 هرمونات. هرمونات. شو هم؟ هاي الهرمون يعني. أو في أبرزهم أهمهم. قد يكون أكثرهم فعالية وأقواهم هرمون اسمه الجريلين، هو من المعدي. هذا هرمون الجوع، هذا مشكلة المشاكل. في الهرمونات التسعة، الهرمونات التسعة التانين ها كلهم بيثبطوا الشهية على فكرة، لكن هذا يعني اللبتين والإنسولين بيثبطوا اللبتين. هلا الإنسولين بنسميه هرمون بناء، يعني هرمون بيزيد الوزن، أوكي؟ لكن تأثيره على الشهية مختلف على حسب أو وقت إفرازه، أوكي؟ لكن الهرمونات الثانية اللي موجودة، طبعاً هاي الهرمونات جزء منها كبير من الجهاز الهضمي بينفرز من المعدة والأمعاء، الليبتين مثلاً من الخلايا الدهنية، في بعض الهرمونات الأخرى اللي بتنفرز من باقي أنحاء الجسم، وكلها بتصب بأوامرها بالدماغ. هذا الدماغ بمنطقة بنسميها الهايبوثالاموس أو تحت المهاد، اللي هو منطقة كثير أنا بسميها مركز التحكم والقيادي. أوكي. مش بس على الوزن، مركز التحكم والقيادي لضربات القلب، لضغط الدم، لحرارة الجسم، للمود، المزاج. فمشان هيك شوفي الربط بين هاي الأمور كلها مع بعض البعض. هذه الكنترول روم تبعت الدماغ. يا عيني عليك، بسميها أنا بسميها مركز التحكم والقيادي. هذا المركز التحكم والقيادي اللي حكينا عنه، دائما في عندي أوامر بتلقاها وبيرسلها. يعني طيب انت بتتخيلي انه ما في عندي هرمون جوع مثلا، طب ما كانت الناس ماتت. طبعا. صح ولا يعني اذا ما بيجوع الواحد كيف بده يعرف امتى بده ياكل؟ صح. فهرمون الجوع يعني او هذا الاحساس هو موضوع مهم جدا لحتى يكون موجود عندي بجسمي عشان انا يخليني على قيد الحياه، يعني غريزه البقاء بالنهايه. فهي الهرمونات اللي موجوده على يعني تناسق وتناغم مع مركز القيادي والتحكم لحتى يصير في عندي خلل معين. طبعا وين المفتاح المهم اللي انا بحب اني ضوي عليه دائما، انه هذا المركز اللي بدماغ، مركز التحكم القيادي، مسيطر عليه من اللاوعي. بالحالات الاعتيادية كبيرة يعني. لكن ما في شيء بايدنا، لكن يمكن تفعيل الارادي الواعي، وانا اشتغل عليه شوي شوي لحتى التبديل. اوكي طيب دكتور، ترجم لنا هذا الكلام بامثله. يعني مثلا هرمون اللبتين لما يصير في اي يعني يا طفرة جينية يا تغير في عمل الجينات اللي ممكن تاثر عليه او يصير في نوع من انواع المقاومه لهذا اللبتين، شو بيصير بالضبط من بداية مكان إفرازه لغاية ما إشاراته أو الرسائل اللي بيحملها للدماغ توصل للدماغ؟ شو بيصير؟ الفكرة أنه نحن بنفكر أنه مثلا طبعا أنا عندي خلايا كتير دهنية، صح، عند الإنسان السمين أو البدين، معناته لازم يكون عندي كتير ليبتين، صح، لأنه الليبتين هو من الخلايا الدهنية، يعني صح؟ منطقياً. فمعناته لازم واحد يشبع، صح. لكن هو اللي بيصير في شيء بنسميه ليبتين ريزيستنس، يعني هو مقاومة للليبتين، مثل الإنسولين عند السكريين النمط الثاني. عندهم كتير إنسولين بس الجسم ما بيعرف يستخدمه. اوكي. يعني هو مشكلة احسن، يعني المشكلة بقدرة الجسم على استخدام هذا الهرمون، مش المشكلة هو توفر الهرمون او لا. المشكلة هو يعني مثلا الانسولين، مشان انا بسط الموضوع شوي لانه معروف اكثر، الانسولين هو شغلته البواب اللي بدخل السكر لجوات الخلية مشان نستخدمها كطاقة. ماشي. طيب اذا انا في عندي كتير انسولين برا بس هالمستقبلات هالبواب مفتاحها ما عم يشتغل منيح، مقفولة، طب شو استفدت من الانسولين انا كله برا؟ نفس الطريقه بصير عندي بموضوع الليبتين، انه الليبتين تاثيره على مراكز الجوع والشبع اللي الشبع بالذات اللي بالدماغ بصير بلانت، يعني ما عاد ياثر عليه، بصير في منه كثير، لكن للاسف انه ما في يعني من ناحية الوظيفية مش عم بقوم بدوره على الشكل المناسب، فدماغي مش عم توصله رسالة انه انا شبعت، انه اوقف وشبع، انه انا شبعت وقف اكل. احسنت. بينما بضل عنده شعور دائم بالجوع. احسنت، يعني بصير في عندي جوع. طبعا نرجع نحكي عن موضوع مهم ودقيق اللي بنسميه برنامج المكافآت.
ما بعرف إذا أنت قرأت عن هذا الموضوع. قرأت عنه بالفعل وانصدمت. وطبعا هي الفكرة كلها طلعت من حديثنا أنا وياك قبل ما نبدأ المقابلة. لأنك قلت لي أنه فعلا حل هاي المشكلة الناس بتفكر أنها تكمن بالمعدة، ولكن هي تكمن في الدماغ. صحيح صحيح. بمركز المكافأة أو منظومة المكافأة اللي هي اللي بتنتج الدوبامين اللي هو هرمون السعادة. صح. هلا شوفي، يعني هاي بنسميها فيل جود هورمونز، يعني الهرمونات اللي بتخلينا نحن مبسوطين، سعيدين. هرمون السعادة. طيب اذا انت ابنك بكل يوم الصبح بتقول له اذا بترتب تختك انا راح اعطيك مكافاه، راح تعطيك شغله حلوه، اوكي؟ بجوز بعد شهر يقول لك ماما ممكن ارتب كل البيت. اه صح، لو بدون مكافات اكثر. صح. نفس الشيء عندي انا منظومه بالجسم بسميها ريوردنج، وعلى فكره هي له علاقه بالادمان او الادكشن. بالضبط. يعني بالزبط. مثل المدمن على المخدرات او الهيروين او الامور الادويه الاوبيويد اللي بنسميها، نفس الشيء بصير عندي بعض ادمان على بعض انواع الاغذيه وخاصه السكريات. لانه هي بتخليك تحسي انك انت مبسوطه. بالضبط. فبتصير اوكي، معناتها خلينا نحن نكتر منها عشان أضلني مبسوط. نكتر منها بتوصلي لمرحلة إنه أنت صار الموضوع خارج إرادتك، يعني رجعنا للاوعي، رجعنا لموضوع اللاوعي. التدخين لأنه نفس القصة. هو عندك هذا الريورد سيستم، فيلينج جود، حسيت إني أنا مبسوط كثير. فكثير من الأمور هي إلى علاقة بهذا الريوردينج سيستم. طبعا في أحد النظريات إنه قد يكون كمان له هذا ربط جيني، يعني بارح كمان أنا شوي هيك لأنه الإدمان برضو استعداد زيادة جيني عن اللزوم. أيوة أحسنتي. إيه، فشي بنسميه reward deficiency syndrome، يعني هو متلازمة عوز المكافآت. أوكي. يعني واحد أصلا الدوبامين عنده مش كتير بس هو من جوا بحاجة لأنه شي يفعل الدوبامين عنده، فبقوم شو يساوي؟ بيساوي أشياء بتزيد له الدوبامين. أوكي. اللي هي مثلا الأكل، الحلويات على سبيل المثال، أو الإدمان. فممكن من هون طالع موضوع أنه الإدمان قد يكون له كمان أثر جيني. طبعا مش الدوبامين لوحده، في هرمون، في بنسميه نيورو ترانسميتر، يعني نواقل عصبية مثل الدوبامين كمان مسؤولة عن هذا الموضوع. طبعا الطب ما كان بعيد عن هذا الموضوع، في أدوية طوروها لحتى يشتغل على الدوبامين. بس طلع للأسف إلى سايد إفكت كتير كبير، بنحكي عنه إذا بتحبي. أوكي دكتور، خلينا نحكي عن شو هي التغيرات البيئية اللي ممكن تحدث، أو المؤثرات البيئية اللي ممكن تحدث تغيرات في عمل المورثات أو الجينات. يعني مثلا في وأنا عم بعمل بحث لقيت بعض المعلومات اللي عن جد مثيرة للاهتمام. مثلا بأنه زيادة وزن الأم وهي حامل بيخلي الطفل اللي رح يولد أكثر عرضة للإصابة بالسمنة. هذا واحد. اثنين، الأطفال مثلا اللي ولدوا عن طريق ولادة قيصرية أيضا هم أكثر عرضة للإصابة بالبدانة من الأطفال اللي ولدوا ولادة طبيعية. ما بعرف إيش الربط السببي ما بين الاثنين. الأطفال اللي أخذوا رضاعة طبيعية أقل عرضة من الأطفال اللي أخذوا صناعة، رضاعة صناعية للإصابة بالسمنة. في كتير عوامل أخرى يعني ما كان الواحد بتخيل له إنه إلها علاقة أو ممكن تأثر على جينات أو عمل الجينات عند الإنسان بحيث إنه تجعله بدين. صحيح. أكثر من غيره. صحيح. هلأ شوفي، يعني نحن بالدراسات العلمية، خليني أشرح بس بثواني عن هاي الموضوع لأنه مهم. عادة بيبدأ البحث بفرضية، هايبوثيسس أنا بطرحها، وببدأ أبحث على أرض الواقع، بشوف، بجيب مجموعة بعطيهم حليب صناعي، مجموعة بقليون على الرضاعة الطبيعي، برجع بقارن بينهم بعد فترة شو بصير. طبعا ممكن حول العالم يصير 25 30 40 دراسة على نفس الفرضية، لكن بعدين منجي منسميه تحليل منهجي، سيستميك ريفيو أو ميتا أناليسيس، منجمع هدول ال 25 ومنشوف هل لهم أهمية إحصائية ولا لا. فأحيانا بعض هاي الأشياء اللي أنت بتقرأها بسطر أو سطرين، هاي في وراءها 25 30 40 بحث، أوكي، وسنين من العمل. ممكن يعني يكون في بينهم تناقضات على فكرة، يعني انتبهي هذا الموضوع، أنه ممكن يكون في بعض التناقضات. مثلا على موضوع العمليات القيصرية والسي سكشن، في بعض الدراسات قالوا لا ما في ربط، في بعض الدراسات قالوا لا يمكن يكون في ربط، أنه هدول الناس، عفوا النساء اللي ولدوا ولادة قيصرية، أولادهم أو البيبيز اللي جابوهم كانوا أكثر وزنا. طبعا يعني
بالنهاية بغض النظر عن السبب، لأنه أنا ما بعرف السبب وحاولت أني أوجد السبب طبعا، ما لسه هو مش موجود، هو عبارة عن يعني observational study بنسميها نحن، يعني راقبوا لاحظوا هاي الملاحظة عم يبحثوا. لكن أنا رسالتي اللي بدي أوصلها أنه يا مدام ما تساوي سيزيريان إلا إذا كان في استطباب للسيزيريان. أنت بتعرفي أنه حاليا العمليات القيصرية بس حاليا تكون اختيارية أصلا يعني، لكن في كثير أحيانا بتصير اختيارية إذا أنت بتعرفي أو بتسمع أنا مشان الله يعني ابني يكون مولود بهذا اليوم أو بهذاك اليوم أو بكذا هاي التفاصيل. فإذا الموضوع العمليات القيصرية قد يكون له مشاكل، فمشان هيك أنا ما لازم أني أنا ركز على هذا الموضوع إلا إذا كان الاستطباب من قبل طبيبي قال أنه بدك عملية قيصرية. بنيجي لموضوع الحليب الصناعي، هذا عليه دراسات أكثر وأهم وأدق. بعتقد بأنه بيأثر على نوعية البكتيريا الحميدة اللي عايشة في جهازنا الهضمي اللي مايكروبيوم يعني صح. The gut microbiome. هلا في نظريتين، في نظرية بتقلك بنسميه low protein hypothesis، بيعتقدوا أنه كمية البروتين اللي موجودة بحليب الأم أقل نسبية من الحليب الصناعي أو حليب البقر خلينا نحكي، و بنفس الوقت أكثر نفعاً. هي أحد النظريات، أوكي؟ إنه ليش بيكون الوزن أقل عند الأولاد اللي أخذوا رضاعة طبيعية. النقطة الثانية موضوع الفلورا المعوية أو الميكروبيوم اللي عم نحكي عنها، هذا طبعاً مجال بحث كثير واسع. الميكروبيوم الموجودة عندنا بالجهاز الهضمي يعني هي عبارة عن جراثيم نافعة أو بكتيريا نافعة. على فكرة بتساعدني بتركيب بعض الفيتامينات، بتساعدني على الهضم أكيد وبتساعد طبعاً. على بنسميه الاستقلاب، الاستقلاب يعني هو تحويل الأكل والشرب لطاقة بجسمي، يعني عملية الأيض. أحسنتي. فلاحظوا أنه الناس اللي في عندهم مايكروبومو أدفيرسيتي يعني في عندهم تنوع بالبكتيريا الحميدة، لاحظوا أنه نسبة البداني عندهم أقل من الناس اللي عندهم نوع واحد طاغي من هاي البكتيريا الفلورا. السبب ليش؟ في ناس تاخذ انتي بايوتيك كثير مثلا، هاي احد الاسباب اللي بتدمرها، عشان هيك لازم ناخذ المضادات الحيويه probiotics. طبعا هلا بحكي عن هذا العلاج وانه ومدى دقته يعني، لكن الفكره انه الربط بين هاي الموضوع والبداني، لاحظوا انه مثلا بعض انواع الدايت الميديترينيان دايت او بنسميها حميه البحر الابيض المتوسط كثير حمية صحية على فكرة، وهي الحمية منصوح فيها لمرض السكري ومرض الضغط كلايف ستايل. لاحظوا أن التنوع الفلورا فيها أحسن من اللي بيأكلوا كتير فات أو دهون مثلا على سبيل المثال. فلاحظوا قديه الدايت مهم، الاكسرسايز، لاحظوا الناس اللي بيساووا اكسرسايز أكثر عندهم تنوع بالفلورا. طبعا هاي تنوع الفلورا يعني شوفي أنت طلع حواليك، سنة الحياة هي التعددية، سنة الحياة هي التنوع. مثل ملاحظ نحن بنحكي عن التوازن البيئي بالبحار وبالمحيطات والآخرية، طيب إذا بيروح نوع من الأسماك نوع تاني بيطغى عليه وبصير في خلل بالتوازن البيئي. نفس إذا عكسنا هذا الموضوع على جسمنا لجوا نفس الطريقة. فإذا أي شيء أنا بساوي فيه خلل بهذا التوازن رح يوصلني لنتيجة سيئة، هو منها موضوع البدني اللي حكينا عنه. طيب ضل نحكي دكتور عن موضوع الجنك فود، الوجبات السريعة، وخصوصا بهالزمن بطريقة الحياة العصرية اللي احنا منعيشها، بتلاقي حتى الأم مثلا تعمل، مش بالضرورة انه كل يوم هي قادرة على انها تطبخ، فالولاد بيطلبوا من برا، فبالتالي بيتعودوا على نوع حمية معينة مليانة وجبات سريعة. هل هذا برضو بيغير عمل الجينات عندهم بحيث بيصيروا أكثر عرضة يعني للإصابة بالبدانة، مش بس لأنه عم ياخدوا سعرات حرارية أكثر، ولكن هاي الوجبات بتغير تعاطي جسمهم مع الأكل أصلا؟ صح. هلأ شوفي يعني كمان شقين، الشق الأول أنه سكر فات يعني دهون وملح، هدول أحسن شيء للريوردينج سيستم اللي بالدماغ اللي حكينا عنه. يعني هدول كل ما أكل منه الواحد أكثر كل ما حب إنه يزيد أكثر. طبعا هدول هني يعني الأشياء الأساسية بالجنك فود. الجنك فود أصلا أول ما طلع هو عبارة عن إكسبشنال شيء يعني للظروف الاستثنائية. والله أنا مسافر مسوار طويل ما فيه بأخذ جنك فود وبمشي وباكل وراح، بس إنه هو يكون نظام حياة يومي اعتيادي، هذا الكلام طبعا مش صحي. غير انه عن موضوع المقليات، الاشياء اللي بيقلوها بالجنك فود بيستخدموا شيء بنسميه ترانس فات. ترانس فات هو نوع من الزيوت اللي ما بيخرب بدرجه حراره الغرفه، مشان هيك تخزينه سهل كثير. لكن لاحظوا انه كمان هذا بيزيد نسبه الكوليسترول الضار وبيزيد الدهون الثلاثيه. على المدى البعيد لاحظوا انه في ابيجينيتك تشينج اللي حكيت عنها، هي التغيرات بوظائف الموريثات. إذا بتلاحظي أنه طبعا مثلا أكثر دولة بتستخدم جنك فود USA أمريكا عمليا، لاحظوا أنه نسبة البداني والسكري من النمط الثاني عند الأطفال مرتفعة جدا،
يعني غير متوقع. يعني يمكن حتى في أرقام برضو مهولة في عالمنا العربي. نعم نعم موجود لأنه صار الأطفال. نمط حياة. لأنه للأسف للأسف صار نمط حياة. برجع أركز على الموضوع كمان هي مسؤولية الأب والأم بالبيت. هو عبارة عن تربية. يعني موضوع النيوتريشن أو التغذية هو عبارة عن تربية. يعني أنا لما بأكل دام ابني أكل صحي بدي ياكل اكل صحي مثلي. ها لما انا بنصحه لما يروح على المدرسه مثلا انه يشتري شيء صحي كمان. وموضوع الانجويمنت او انك تنبسط انت بتاكل شيء طيب او شيء حلو بعرف انه هاي مو صحي. يعني بنرجع لموضوع الوعي ولا وعي. حتى لو اكلت يعني مره كل فتره يعني عليك يعني ولكن انا عارف انه هذا له وطأة وله تاثير سلبي على ليش صحتي. لانه بدي ارجع لموضوع المراكز الجوع والشبع والريورد سيستم وين موجودة؟ بمكان بالدماغ اللي بيسيطر عليه مين؟ اللاوعي. فإذا أنا فلت أموري لللاوعي معناتها الأمور طلعت من إيدي. لكن إذا أنا فعلت الوعي إذا أنا بدي أكل هلأ طلعت على صحني ها؟ شو في صحني هذا؟ إذا كنت بغض النظر إذا كنت سمين وبدي نزل وزني موضوع مختلف سمين بدي نزل وزني أو لا لكن طلع في شو في هذا الصحن؟ مجرد ما أنا فعلت الوعي فأنا أمام خيار أصح عقلاني ها نعم. ما بقلك حدا ما بنبسط بقطعة حلويات بهريسي بآيس كريم بس مش كل يوم ومش كيلو هريسي ومش كيلو آيس كريم فهي أكيد. التفاصيل المهمة جدا بموضوع مقاربة النمط الغذائي ولازم تكون تربية يعني لازم يكون من أطفال نحن نعلمهم تربية من البيت وفي المدرسة من البيت وفي البيت وفي المدرسة كمان. طيب دكتور خلينا نيجي لأعتقد هو الشق اللي بهم المستمعين والمشاهدين والمتابعين بشكل عام الحلول. نعم. هل هناك حلول مختلفة لمشكلة البدانة إذا كان سببها وراثي؟ خصوصاً هذا بدي أعرج على ما ذكرته أنت لأنه هي فعلاً المقولة علقت في ذهني بأنه الحل لا يكمن في المعدة ولكن يكمن في الدماغ. نعم. هلأ شوفي أول نقطة لازم نعترف نحن عفواً أنه البدانة هي مرض مزمن بحد ذاته. يعني الشخص البدين واللي حابب ينزل وزنه لأنه موضوع له علاقة كمان بالإرادة معرفة أنه شو خطورة البدانة عليه. طبعا ما حكينا نحن عن مشاكل البدانية اللي بتسبب السكري والضغط والكوليسترول وآلام الظهر وحتى بعض أنواع السرطانات ماشي واللايف ستايل والتعب والإرهاق والأمور هاي كلها موجودة. طيب أنا لما بدي أتعامل مع البدانة كمرض مزمن فإذا أنت ما بتصير تكون أو أنت وان مان شو أو وان وومن شو لازم حدا ياخد بإيدك يعني لازم حدا يدعمك وهذا الحد اللي لازم يدعمك لازم يكون متعاطف معك ما يلومك. رجعنا الأول أنا ما بلوم الشخص لأنه هو بدين لأنه في سبب له علاقة بالمورثات وسبب تاني عادات اكتسبت عبر الزمن ما له علاقة فيها هو قد تكون يعني من أهله من بيئته اللي ربي فيها الأباء يأكلون الحصول والأولاد يدرسون مثل ما نحكي صح فهي الأمور دائما هناك وقت للتغيير أو هذا هو الوقت المناسب للتغيير. طيب ليش موضوع التعامل مع البدني صعب؟ لأنه بيتعامل مع غريزة أساسية بجسم هي الطعام وتناول الطعام الجوع والشبع. يعني أنا أول شغلة يعني كثير ناس مثلا بيقول لك أنه بدي ساوي دكتور أوكي علاج البدني بس ما تعدلي شان نظام الغذائي. طبعا هذا أنت في عندك عدم فهم شو البداني وكيف نحن بنشتغل عليها أوكي؟ فموضوع المقاربة بموضوع البداني تبدأ من اللايف ستايل أو نمط الحياة اللي عم نحكي عليه نحن وأنا طريقتي بالتعامل مع هدول يعني الأشياء إذا كان حدا وزنه زائد بده ينقص وزنه أنا بحب أنه علاج البداني يمر بمرحلتين. مرحلة بنسميها إنقاص الوزن السريع اللي هو فيه كثير موتيفيشن وتحفيز أنه أنا نزل له وزنه 2 كيلو بالأسبوع هذا. لا ما في مشكلة لا في مشكلة إنه تمنتينت إنك تقدر تحافظ عليه أيوة ما هاي اللي عم نحكي على حمية كل عمرك أحسنت. يعني برضه فأنا هاي اللي عم نحكي طور إنقاص الوزن السريع اللي هو قد يكون 6 أسابيع 7 أسابيع 8 أسابيع لحتى انزل لوصل للهدف بعدين تكيبت أوف اللي هو المينتنانس طول مدة المينتنانس أو إني حافظ على وزني قد بتكون هي مدى الحياة والسبب يعني once overweight always overweight دكتور في عندي بدماغ شيء بنسميه شوفي انت كيف جبتيني على نقطه كثير مهمه في شيء بدماغ بنسميه سيت بوينت بتعرفي هذا المركز اللي حكينا عنه هلا اللي بدماغ ذا كنترول في شيء احسنتي مركز القياده والتحكم في شيء بنسميه سيت بوينت شو يعني سيت بوينت يعني سيت بوينت يعني انت مخلوقه بجيناتك مش انت عفوا يعني عم بحكي عن اي شخص اي شخص هذا الشخص مخلوق بجيناته انه يكون وزنه 100 كيلو حتى لو صار 70 وزنه في
ديفندنج ميكانيزم، آلية دفاع بالجسم، بدها ترجعه للمئة كيلو مرة تانية. تعرفي ليش؟ لأنه هاي الشيء موجود بالإنسان القديم، إنسان الكهف، الإنسان العصر الحجري، ما كان يلاقي أكل وجوع. يا عيني عليكي بالمجاعة. صح؟ اللي هي الاقتصاد الأيدي. يا عيني عليك، كل ما قدرت تخزن أنا دهون، يمكن يجي يوم أسود واستخدمهم هذول. مثل أنت بيطلع فلوس زيادة الواحد بيخبيهم بالبنك سيفين أكاونت. بالضبط. لما ما خبي قرشك الأبيض يعني ليومك الأسود. الجسم أنا متعامل للأسف أنه صار في عندي هلأ وفرة بالأكل. وصار عندي القليل من الحركة، ريموت كنترول وسيارة وطيارة، أوكي. ما في لا جمل ولا فرس ولا أي شيء، ولا في مزارعين مثل أول، ولا في صيادين مثل أول. صح؟ صح. فهي الموضوع، لكن مورثاتنا وجيناتنا بعد على هاي النسخة اللي هي set point، وصلت للمية كيلو نزلت للسبعين، دائما في عندي هاي المعركة بينك وبين جسمك، بين الوعي واللاوعي، وانت بدك تحاول خليني ركز لك على موضوع بين الوعي واللاوعي. رجعنا للفكرة كتير مهمة، لانه set point هذا مسيطر عليه كله باللاوعي او النقطة المحددة، وانت بوعيك بضلك تشتغلي. ليش؟ طب انا يا الله يا دكتور، كتير ناس بيسألوني، طب اكس من الناس بياكل رز كتير وبياكل حلويات كتير ما بزيد وزنه. يا اخي او يا اختي، هو مخلوق لحتى يساع 70 كيلو بس، هذا التوب يعني. اذا في عندك كيس، طب هذه حظ يعني انت وحظك. انت يعني عليك له علاقه بالمورثات، صح؟ لكن انا اللي عفوا يعني على التشبيه، بس الكيس اللي بيساع 100 كيلو فيه يحط فيه 70 كيلو سكره، صح ولا لا؟ انا بايدي، بس الكيس اللي بيساع 70 كيلو التوب تبعه ما في يحط فيه 100 كيلو بنخزق بعدين. صح؟ فأنا لازم أني أفهم هاي الفكرة. فأنت دائما في عندك باتل، معركة، لحتى أنت تحافظ على وزنك. المحافظة على الوزن، من هون دخل أحيانا موضوع الأدوية. الأدوية بتشتغل على موضوع الريوردينج سيستم اللي حكينا، أو الريورد سيستم، أنه هي بتخفف هذا الإحساس بالجوع المستمر. لحتى نوصل لمرحلة أنه نحن خلص تأقلمنا مع هذا النمط الصحي الجديد. لما بنحكي obesity أو بداني، بنحكي مع الدماغ، ما بنحكي مع الاستمك. بتعرفي ليش؟ لأنه أنت فيك تعبي معدتك ببساطة كيلو خيار، وفيك تعبي كيلو شوكولا. صح. شو أخذت من كيلو شوكولا وشو أخذت من كيلو الخيار؟ يعني طب فيك تعبي السعرات الحرارية. طب فيك تعبي كيلو إلا 100 جرام خيار وحبة شوكولا في إيه؟ صح. طب ما أنت انبسطتي بحبة شوكولا. فخلينا نركز على الكواليتي، على النوعية، وليس على الكمية. كل ما أنا اشتغلت على حالي بهذا الموضوع، بدي غير المفاهيم بما يخص الأكل براسي، إنه هاي الأكل هو متعة، لكن المتعة تكمن بالنوع وليس بالكم. الله. المتعة فهمتي وين الفكرة؟ فهي الموضوع اللي لازم نحن نركز عليه دائما. وترى أنا بحكي لك هلا أنا بعشر دقائق وربع ساعة ونص ساعة، لكن هذا الموضوع يحتاج إلى inspirational sessions. يعني أنا بدي أجلس مع المريض كل 3 أسابيع 4 أسابيع، تحفزه وتحمسه. أحسنتي، أرجع أحكي أركز على هذا الموضوع، لأنه أنا عم بساوي تغيير سلوكي. مشان هيك وجود psychologist، طبعا أنا كنت أشتغل one man show كتير بأستراليا. أحيانا أنت بتحب يكون عندك obesity center كبير في كل الأشياء هاي، لكن أنا كتير بنزعج من المريض اللي بيروح أول حدا بفوت لعنده لعند الجراح مشان يقص له معدته. أخي والله مو هالحل، لأنه في ناس بعد قص المعدة بزيد وزن بيرجع مرة تانية، لأنه ما يشتغل على التعديلات. صح. المعرفية والسلوكية، هذه مش حلول جذرية للمشكلة. أحسنتي. ولكن فمشان هيك مثلا أحيانا في معالجين نفسيين مختصين بموضوع العلاج المعرفي والسلوكي بالبداني على سبيل المثال، مشان هم يعني يركزوا يأصلوا هالتغيرات اللي بتصير على المدى البعيد، مشان أنا ما عاد يزيد وزني من المستقبل، أو أني حافظ على وزن. والله يا دكتور، الحديث معك لا يمل بالفعل. شكرا كتير، وبتمنى أنه نكون عن جد ألقينا الضوء على نقاط مهمة تفيد متابعينا بطريقة مختلفة، يعني نحدث أي نوع من أنواع التغيير في الوعي فيما يتعلق بالبدانة قبل ما يخطو الخطوات الفعلية والعملية باتباع حمية أو تنزيل وزنهم بأي شكل من الأشكال. راح أختم بفكرة أحد الباحثين مجال البداني قال إنه المورثات تلقم والبيئة تحرر الزناد. مزبوط. يعني أنا عندي مورثات، صح، بس إذا الطلقة موجودة بالبندقية وما حدا كبس على الزناد، تتحرر شيء تطلع ولا راح تأذي. فالبيئة هي اللي بتحرر الزناد، وهي اللي بتسوي لك المشاكل اللي العلاقة بالبدان. والبيئة تحت سيطرتنا. يا عيني عليك. أحسنتي. المورثات لا حول ولا قوة لك، البيئة تحت سيطرتنا. خلينا نركز على هذا الشيء لأنه تحت دائرة تأثيرنا. أما التركيز على الأشياء التي خارج دائرة تأثيرنا هي هم، وهي مش حل بالنهاية.
فما نفكر فيها. شكرا جزيلا لك دكتور هشام، ويعني أنا سعيدة جدا بوجودك معنا. سررت. ونتمنى أن نشوفك في حلقات قادمة معنا في كلام منطقي. شكرا لك. سررت. شكرا. في ختام حلقتنا، لأنه كل مناحي حياتنا مرتبطة ببعضها البعض بشكل أو بآخر، وعودة على ما تحدثنا عنه في بداية هاي الحلقة، إحنا مقبلين للأسف على فترة صعبة وعصيبة من تاريخنا ومن تاريخ جنسنا البشري. فمع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً وشح إمدادات بعض المواد الغذائية الأساسية، المجاعة ستهدد ملايين من البشر. ولكن بعكس ما بتتوقعوا، السمنة ستهدد حياة المزيد من البشر أيضاً. ففي الوقت اللي دخلنا الاستهلاكي رح يقل بسبب ارتفاع أسعار كل شيء، هذا ما رح يعني أبداً إنه إحنا سننفق أقل على الغذاء، بل يعني إنه إحنا سننفق أقل على الغذاء الصحي، ورح نتوجه لبدائل أقل ثمناً، لكن للأسف رح تكون أقل صحية، وهذا بيعني إنه مشكلة البدانة رح تتفاقم. لكن على الأقل اتذكروا في المرة القادمة اللي بتلتقوا فيها بشخص بيعاني من البدانة وبكابد حتى يوصل لوزن صحي ويدرأ مخاطر صحية كتيرة ممكن أنها تهدد حياته، حاولوا إنكم تتذكروا أعزائي إنه زيادة الوزن اللي بيعاني منها ممكن لم تكن من اختياره، ويمكن أن يكون ذنبه الوحيد هو إنه ولد بحفنة جينات حددت مقاس خصره ووضعه الصحي مسبقاً، وإنه عشان يقدر يحيا حياة صحية ويخلي وزنه أقرب إلى الوزن المثالي مثلك أنت عزيزي المتابع أو أنت عزيزتي المتابعة، هو محتاج لجهد أنبياء، ويحتاج أيضاً لقبول حياة من الحرمان الذي لا ينتهي. فما تتسرعوا بإطلاق الأحكام وكونوا أكثر تعاطفاً. هذا كلام منطقي على العربية بودكاست، وأنا راوية العالمي. أشكركم ودمتم دائماً بأمان بإذن الله.